بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بماذا ارد للرب عن كل احساناته؟ اشكرك يا رب، اشكر ربنا، اشكر ربنا لانه اتى بك الى هذه الساعه. اشكر الرب، قل له اشكرك يا رب، اشكرك لانك حفظتني. في ناس كتير حياتهم انتهت من غير توبة، وممكن يكون الطريق بعد كده مظلم، لكن انت قول له اشكرك لانك حفظتني لغاية هذه الساعة وخلتني اجي هنا عشان اقدم توبة. قول له اشكرك يا رب. اجمل شيء انك تشكر الله في وقت الضيقة، وقت الظروف الصعبة، حتى لو كان عندك ظروف صعبة اشكره عليها. قل له حتى الحاجات الصعبة اللي من ايدك هقبلها، وهقبلها بشكر، وهخضع ليك، واقول لك انت الملك وانت العظيم، انت القدوس، كل اعمالك بحكمة صنعت. عشان كده انا بشكرك، اشكرك لاني يا مناس كتير النهاردة موجودة في اماكن الضلالة واماكن الخمرة واللعب الاوراق واماكن الشر. انا اشكرك لانك جبتني هنا عشان اتقدس بهذه الكلمات اللي هتخرج من فمي. انا جاي واقول لك انا اشكرك لانك قبلتني، اشكرك لانك قبلتني، اشكرك لانك قبلتني يا رب بقذرتي بوسختي، قبلتني بريحة الخنازير، قبلتني بالضلال اللي انا فيه، قبلتني. الكتاب بيقول ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع على المسيح اسم جميعنا. اشكرك لانك حملت خطيتي، اشكر الرب، قول له اشكرك بس من قلبك من جوه، ما تكونش كذاب، ما تكذبش عليه، ما تقولوش اشكرك وانت مش قادر تقولها من قلبك من جوه. قول له اشكرك بحق يا رب، انا فعلا مديون ليك. اشكره لاني حفظك من شرور الطريق، وفي ناس كتير ماتوا في الطريق وانت حفظك لهذه الساعة. اشكره، اشكره على اولادك اللي لسه محفوظين ومحميين ومحزومين في حزمة الحياة، اشكره عليهم. داود النبي الملك العظيم لما اخطأ وزنى وقتل، ما كانش فيه طريق يروح له غير حضن الرب ليه كل المجد. طلع يجري على ربنا وقال له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. انا عارف ان رحمتك عالية جدا ورأفتك كتيرة جدا جدا، محبتك محبة ابدية. عشان كده يا رب اغسلني، اغسلني من خطيتي يا رب يسوع المسيح، اغسلني يا رب من خطيتي وطهرني. انا عارف باسمي وعارف بخطيتي. دلوقتي ارجوكم كل واحد يبتدي يحط خطيته امامه ويقول لربنا خطيتي امامي في كل حين. كل واحد طبعا عارف نفسه، كل واحد عارف نفسه، اللي بيكذب عارف نفسه، واللي بيشتم عارف نفسه، واللي بيسرق عارف نفسه، واللي بيزور واللي يزور في الامور عارف نفسه، واللي بيشمت في الناس عارف نفسه، واللي بيقول على الخير شر والشر خير عارف نفسه، واللي بيظن ظن سوء في الناس عارف نفسه، المتجاسر على الناس عارف نفسه، المتكبر عارف نفسه، اللي نظرته شريرة عارف نفسه. كل واحد فينا عارف ايه خطيته. عشان كده الوقت ده هو وقت اعتراف وتوبة وندم.
قل يا رب أنا جاي لك بكل فسادي بكل شري، لكن أنا أثق في نعمتك التي تعمل معي وتعين ضعفي. لا أيأس مهما كان الماضي صعب، مهما كنت قد توغلت في الشر في الخطية في الإدمان، أنت وحدك اللي تستطيع أن تحررني. قلبي الآن اتجه إليك. الفرصة دي هي فرصة أن احنا نقدم توبة حقيقية للرب يسوع ونعترف أمامه بخطايانا وضعفتنا ونثق في نعمته ونثق في محبته. هو قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. إحنا رب جايين لك بأحمالنا بأثقالنا بمشاكلنا بمتاعبنا بهمومنا، نضعها عليك وإنت اللي حملت أسامنا، إنت اللي فديت حياتنا واشتريتنا بدم سمين. كل ماضينا يشهد إنك لينا أمين ومعين. إحنا يا رب بنسلمك حياتنا وبنهديك كل الأيام، عايزين نعمتك تعمل معانا وتحفظ حياتنا لمجد اسمك دايما. بسم الله أبو الابن والروح القدس الواحد أمين. من أعماق قلوبنا بنشكرك يا رب من أجل محبتك ومن أجل عنايتك ومن أجل رعايتك لينا. نشكرك يا رب من أجل حسناتك. نشكرك يا رب أن أنت دايما كده بتكون مع أولادك حتى في وقت يا رب في وقت بنعمل الغلط والشر يا رب، لكن أنت بتستر علينا. ما أعظم حبك يا رب أن أنت حبيتنا، وأنت يا رب حبيت العالم كله حتى بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. يا رب واحنا في نهاية سنة عدت يا رب بحلوها وبمرها وبمشاكلها يا رب وبضغطها، لكن انتهت السنة يا رب ونستقبل بعد لحظات سنة مش عارفين يا ربي هيكون مصيرنا ايه فيها، لكن يا رب احنا واثقين فيك واثقين في محبتك يا ربي، واثقين ان انت بتستر علينا وبتكون معانا وبتحفظنا رب وبتعيننا في زمان غربتنا. نطلب منك يا رب في هذه السنة في بداية السنة الجديدة يا رب ان انت تكون معانا وتساعدنا رب وتقوينا، تكون يا رب زي ما بيقول الكتاب ان عين عليك من اول السنة لاخرها. واثقين يا رب ان انت عينك علينا، واثقين يا رب ان انت بتقود سفينة حياتنا يا ربي. لو تكلمنا كتير وقعدنا نشكر يا ربي ولسان حالنا في كل لحظات وقتنا يا ربي ان نشكرك، ما نقدرش يا رب ان احنا نوفي يا ربي محبتك اللي انت حبيتنا، ان انت قلت محبة أبدية احبابتك يا ربي. في هذا يا ربي اليوم وفي هذا المساء المبارك يا رب ان احنا طلبة خاصة تذكر يا رب كنيستك في كل مكان، تخيم عليها يا رب بملاك السلام وتحرسها من كل شر ومن كل شر. اجعل يا ربي منارتها مرفوعة على كل مكان. اجعل يا ربي الكنيسة هي السفينة يا رب اللي بتقود حياتنا كلنا. اذكر يا رب سيدنا البابا يا رب، اديله الصحة والعافية، خليه يا ربي واجعله يا ربي اللي هو كون احنا من غيره يا ربي ما نقدرش نعمل حاجة. نطلب منك يا رب طلب خاص من أجل لسيدنا الأنبا أرسنيوس يا رب، تديه الصحة والعافية حتى يرعانا يا ربي ويدوم رئاسته علينا. أيضا طلبة خاصة من أجل سيدنا الأنبا مكاريوس، تقويه يا رب وتساعده في خدمته. تذكر أبيه كهنة الكنيسة وتسابونا زكريا وتسابونا إبراهيم وتسابونا شنودة. تذكر يا رب الشمامسة، تذكر يا رب الخدام والخدمات، تذكر يا رب كل الخدمة بكامل طوائفها، تذكر يا رب كل الشعب
رجال وسيدات أولاد وبنات تذكر الكل يا رب. احنا يا رب محتاجينك ان انت تقف معنا وتساعدنا. نرفع قلوبنا الآن من أجل أحبائنا المرضى. إذا كنا احنا صلينا من أجل نفوسنا ومن أجل إن ربنا يدينا توبة ويستلم حياتنا، نصلي من أجل أحبائنا المرضى، المرضى بأمراض صعبة واللي قاعدين في السرير الوقت، نقول له يا رب مد إيدك الشافية وتحنن عليهم واديهم ثقة ونعمة وسلام وابعد عنهم كل يأس. اديهم ثقة في شفائك، انت الطبيب الشافي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا يا رب. فكهم من ربطات المرض يا رب، أمراض نفوسنا شفيها والتي لأجسادنا عافيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. أيضا نصلي من أجل إخوتنا الحزانة اللي ربنا سمح لهم بتجارب وانتقال أحبائهم، يديهم نعمة ويديهم عذاب ويضمد كل جراحاتهم النفسية ويديهم ثقة في محبته حتى لا يتزعزعوا، يكونوا واثقين إن أحبائنا هم في السماء في الفردوس بيتمتعوا بين أحضان القديسين. نصلي من أجل الآخرين. دلوقتي في فرصة إنك تصلي من أجل اللي أنت مش بتحبهم، في ناس أنت متضايق منهم أو عملوا معاك موقف معين ومش قادر تغفر لهم. قول يا رب وسع قلبي عشان يبقى عامل زي السماء، القلب الواسع لا يتضايق لأي أمر. اديني أنا رب أن أحب الكل، اديني أسامح الكل يا رب، خلينا أصفح عن خطايا الآخرين، أشوف الناس كلها زي ما أنت شايفهم، أشوفهم بعينك يا يسوع. السنة اللي فاتت عدت بكل جروحها وألمها وأسامها وخطاياها، يا رب أنا متكل عليك أنت يا رب. إن كان علي أنا ضعيف وخاطي يا رب، إن كان علي مليان شرور وأسام وخطايا كتيرة، القلب قاسي جدا يا رب، القلب قاسي جدا، لكن إحنا متكلين عليك أنت يا رب. إحنا معتمدين على محبتك لأن محبتنا إحنا مش ثابتة، محبتنا متقلبة مرة فوق ومرة تحت يا رب، لكن انت وحدك، انت وحدك اللي محبتك ثابته، محبة ابدية احنا معتمدين عليها. اثق يا رب ان ولا واحد من اولادك اللي نزلوا جرن المعمودية، ولا واحد من اولادك اللي اتغسلوا بدمك، اللي شربوا دمك وكلوا جسدك هيهلك، مش ممكن ابدا يا رب. نثق ان احنا لينا مكان في قلبك ولينا مكان في الحياة الأبدية اللي انت أعددتها لينا يا رب. يا رب انت قلت انا هنزع منك القلب الحجر يا رب، قلت هنزع منك القلب الحجر يا رب. انزع القلب الحجر من قلوبنا يا رب، واعطينا قلب لحم، اعطينا قلب لحم يحس يا رب، يحس بمحبتك ويحس بصليبك. رجعنا لحضنك تاني يا ملك الملوك ورب الأرباب. طبطب علينا يا رب ودفدف علينا، احنا ضللنا وملنا كل واحد لطريقه، لكن انت يا رب جمحتنا زي الدجاجة ما بتجمع أولادها، واحنا كل شوية بنجري من تحت جناحك. لمنا تاني وجمعنا تاني تحت جناحك. اوعى يا رب، اوعى يا رب تسمح ان واحد من اولادك اللي واقفين امامك، ولا حتى ان كانوا يمكن ما سمحتش ظروفه نيجوا، انه يهلك ولا يكون مصيره جهنم يا رب، جهنم للشيطان بس وكل اعوانه، لكن انت اعددت لينا حياة ابدية في شخصك المبارك. جهزنا يا رب، جهزنا باي طريقة، لمنا ليك باي طريقة، بالعصايا لمنا يا رب، ان كان بعصايا لمنا، اضربنا يا رب، اضربنا ورجعنا ليك، بالمرض لمنا واجمعنا ليك، رجعنا ليك بأي شكل وبأي وسيلة.
ارددنا يا رب فنرتد، عايزين نرجع ليك يا رب، نرجع بتوبة حقيقية. توبنا يا رب، توبنا يا رب فنتوب. بسم الله وابن الروح القدس الاله الواحد امين. من عمق اعماق قلوبنا يا رب نشكرك انك اعطيتنا ان نقف بين يديك الطاهرتين، وفي هذا المكان المقدس يا رب رغم نجاسات قلوبنا وضعف بشريتنا اعطيتنا ان نقف امامك، واعطيتنا فرصه اخرى للتوبه يا رب. وقلت يا رب لكل نفس فينا اتركها هذه السنه ايضا. نشكرك يا رب لانك اعطيتنا فرصه جديده للتوبه، اعطيتنا عمر يا رب جديد لكي ما نشهد لك يا رب في هذه الحياه. اعطيتنا يا رب ان نمجد اسمك القدوس. نشكرك يا رب لانك لم تسمح يا رب ان تاخذ ارواحنا ونحن في غفلة، لا تسمح يا رب أن تأخذنا ونحن في غفلة فنفقد أبديتنا يا رب التي لها دعينا. نشكرك يا رب لأنك كللت هذه السنة بوجودك وأثارك تقطر دسما. نشكرك لأنك أعطيتنا أن نقف بين يديك الطاهرتين رغم يا رب ضعف بشريتنا. نشكرك يا رب من أجل نعمة الإيمان، أعطيتنا يا رب أن ندعى أولاد ليك. يا ما رب ملايين ومليارات في العالم لم يؤمنوا بيك يا رب لهذه الساعة، أعط يا رب أن كل إنسان يؤمن بيك. أعطي يا رب لكل نفس أن تتذوق حلاوة العشرة المقدسة معاك. أعطي لكل يا رب أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. افتقد كل نفس بعيد يا رب كما افتقدت شاول يا رب، حولته من شاول إلى بولس وصار كارزا عظيما يا رب. أذكر كل نفس يا رب تعيش في الضلال وفي ظلمة الخطية. اذكر كل نفس لم تعرفك الى الان ولم تتلامس معك. اذكر الكل يا رب، اذكر كل انسان يا رب في العالم كله. نطلب منك يا رب في هذه الايام ان تعطي العالم كله سلام وطمأنينة. اذكر كل الدول التي تتصارع يا رب في التسابق في التسلح. حل سلامك يا رب في كل بلدان العالم. أعطي يا رب أن يختبر ويعيش كل إنسان حياة السلام الحقيقي. أعطي سلام لبيوتنا يا رب، أعطي سلام لأنفسنا. افتقد يا رب كل أسرة يا رب في هذه الأيام. كثير يا رب من الأسر فقد سلامها، كثير من الأسر يا رب مهددة بالضياع نظرا يا رب لعدم وجودك في داخل هذه الأسر. ادخل كل بيت يا رب وحل بسلامك في كل بيت، فتهرب الخطية والنجاسة ويهرب الظلم ويهرب الحقد ومحبة العالم من داخل كل نفس. اذكر كل أسرة مسيحية يا رب أسستها، اجعل يا رب كل أسرة يا رب كنيسة حقيقية. اذكر كل زوج وكل زوجة واذكر أولادهم. احمي أولادك يا رب من شر ونجاسة العالم. حوط على أولادك وبناتك في هذه الأيام التي كثرت فيها الخطية والنجاسة، ويحاول فيها الشيطان أن يقتنص أولادك يا رب. ثبتنا في إيمانك إلى النفس الأخير. ثبت أولادك يا رب وبناتك، ولا تسمح أن أحد يا رب يهلك، لأنك أتيت يا رب من أجل كل نفس. أتيت يا رب من أجل كل نفس بعيدة يا رب يسوع المسيح. أذكر كل نفس محتاجة إليك، أذكر كل الموجودين بين يديك يا رب. أذكر مرضى شعبك اشفيهم،
الحزان القلوب عزهم راقدون يحلفوا السود. اذكر الارامل والايتام عولهم، اذكر المديونين سدد يا رب ديونهم، سدد اعوازهم، اعطي لبلادنا يا رب سلام وطمانينه. احنا ولادك يا رب من الغلاء والوباء، من الزلازل والبراكين والاعاصير، كل امر مخيف اعطي سلام لكنيستك يا رب. اذكر ابونا البطرك البابا المعظم الانبا شنودة الثالث، اعطيه يا رب اياما مقدسه اشفيه من كل مرض يا رب. ادم يا رب رئاسته على كنيستك. اذكر ابونا المطران المكرم الانبا ارسانيوس، وابينا الاسقف المكرم الانبا مكاريوس، بارك يا رب خدمتهم يا رب، فرحهم يا رب بالثمر المتكاسل 360 مئة. اذكر اباء الماسيرين من ايديك، اذكر قدس ابونا زكريا وقدس ابونا ابراهيم وقدس ابونا مكاري، خلص بيهم الكثيرين يا رب، فرحهم يا رب بتوبه الخطاه ورجوع الضالين. اذكر كل الموجودين والماسيرين من ايديك الذين امرونا ان نذكرهم، اذكر كل انسان متضايق فك ضغطه يا رب، اذكر المضطهدين يا رب، ارفع غضبك عنهم يا رب، حنن قلوب المتولين عليهم، اذكر اولادك اللي بيمتحنوا يا رب، افتح اذهانهم، اذكر اولادك يا رب اللي مش لاقين شغل يا رب، اوجد لهم عملا، اذكر يا رب كل انسان يريد ان يرتبط ويؤسس اسره قادر ان ترشده، دبر امور اولادك يا رب، اجعل يا رب اولادك محميين بايدك القويه وذراعك الرفيعه يا رب، ما ننساش عملك معنا ابدا يا رب، قد ايه حفظت اولادك يا رب من الشر مؤامرات الناس الاشرار، احفظهم ايضا يا رب، يا من حفظت كنيستك على ممر العصور والازمان، احميها واحفظها يا رب، احفظ اولادك وثبتهم في ايمانك الى النفس الاخير، اذكر الذين امرونا ان نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. أعطينا حكمة يا رب، أعطينا يا رب أن نشهد ليك يا رب في كل موقف وفي كل تصرف، أعطي بناتك يا رب أن يتزيننا بلباس الحشمة والورع والتعقل، لا بزينة أهل العالم بل زينة القلب الخفي، زينة الإنسان يا رب المملوء بروحك القدوس. أعط أولادك وبناتك يا رب أن لا ينجرفوا يا رب في دوامات وبحار العالم، لأن يفقدوا يا رب أبديتهم. اجعلنا يا رب نحافظ على الطوب النوراني الجميل اللي أخذناه من المعمودية ونشهد ليه في كل أمر يا رب، إن كانت المسؤولية صعبة وإن كانت الظروف اللي بتحوط بينا صعبة، وإن كان بعض الناس يا رب بيقولوا إن المستقبل صعب أو في مشاكل هتيجي أو في ضيقات هتيجي، لكن إحنا واثقين يا رب إن حياتنا بين إيدك أنت يا رب، وإن أولادك يا رب هتحميهم وهتحفظهم وهتشددهم يا رب. يا من كنت معنا كون معنا يا رب في هذا اليوم، لأنك أنت وعدت وقلتها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. نحن نثق يا رب أنك أنت معنا في كل ظروف حياتنا يا رب يسوع المسيح، في هذه اللحظات التي نودع فيها عاما، نودعه بكل ضعفاته وكل ما فيه يا رب، يعني نصرخ مع القديس بولس الرسول ونقول الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. اجعل حياتنا حياة جديدة، ادينا توبة الأنبا موسى وتوبة القديسة مريم المصرية، ادينا حكمة سليمان، ادي ولادك عمر ما تشارح، ادي ولادك يا رب يسوع المسيح أن يكونوا محفوظين يا رب بعنايتك الإلهية، احفظنا في اسمك القدوس يا رب. سامحنا يا رب، سامحنا يا رب لأن عوجنا المستقيم يا رب، سامحنا لأننا ضلينا وملنا كل واحد لطريقه،
سامحنا لأن تملكت على قلوبنا شهوات كتير، محبة الفلوس يا رب، كلنا بنحب الفلوس، لكن اجعل الفلوس والأموال ما تكونش هي اهتمامنا الأول والأوحد يا رب. املأ عينينا يا رب، إن كنا فقراء من المال لكن لنا جوهرة ثمينة، يسوع غالي القيمة. املأ عينينا بيك أنت، ما تخليناش نبص على حاجة تاني. القديس بولس كان بيقول كفقراء ولكن نحن نغني كثيرين، حتى لو ما كانش معانا لكن عينينا مليانة شاكرينك، بنشكرك حتى وإحنا إيدينا فاضية وإحنا إيدينا مليانة. اتملكت على القلب شرور كتيرة، لكن أنا أثق إنك هتخلصنا يا رب، أثق إنك مش هتسمح أبدا إن إحنا نهلك. نشكرك يا رب، نشكرك لأنك رديت الضال للحظيرتين، نشكرك لأنك رضيت يا رب على أرضك، رضيت يا رب على أرضك، غفرت أثام شعبك، سترت جميع خطاياهم. أشكرك لأنك أنت كفارة، كفارة يعني هتغطي، كفارة، أنت كفرت عن خطايانا بدمك، بذلت ذاتك من أجلي ومن أجل كل شخص أمامك يا رب. نشكرك لأنك كفرت عن خطايانا بدمك، وإحنا بنقبل هذا الدم ونرتوي به في سر الإفخارستية، بنشرب دمك، نشرب دمك عشان تسري فينا عصارة الحياة، ونبقى جسد واحد معاك ونفس واحدة، ونبقى عظم من عظامك ولحم من لحمك. نشكرك لأنك وحدتنا فيك يا رب. اقبل كل صلواتنا وتضرعاتنا وطلباتنا التي رفعناها إليك، واقبلنا إليك كعظيم رحمتك، وصرفنا من أمامك ونحن مملوئين من كل نعمة وبركة تجدنا في احتياج إليها، بشفاعة القديسة الطاهرة مريم ورئيس الملائكة العظيم الخير والقديس العظيم الأنبنطونس والبار الأنبابولة، وبصلوات أباء أبونا زكريا وأبونا شنودة وأبونا مكاري، وصلوات كل ولادك. اسمعنا وارحمنا لما نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء لك على الأرض، خبزانا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة الجنة من الشرير. المسيح صار بنا لما كان ملك والقوة والملك.